بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللہ پاک تھوڑے دیر رحمت کرے میرے بابے دے چینل نو بھی سبسکرائب کرو ویڈیو نو پورا ویکھیا کرو تے جدوں بھی کوئی اللہ دی قدرت ویکھو سبحان اللہ اللہ اکبر ضرور کیا کرو خوش رہو آباد رہو تے پیار ونڈ دے رہو تے جناب اج میں گجرات دا وزٹ کیتا ہے تے مبین یوسف صاحب دا جناب ڈیرا ہے جتھے میں اس وقت موجود ہاں ایک ہور جانور انہیں کول فور سیل ہے ساوا کوڑا جی ذرا ویڈیو بنانے ہیں تے تھانوں کوڑا بنانے ہیں جناب تے جڑے ساڈے چینل دے اُتے نویں نے ویڈیو صرف ویکھ جاندے نے وہ سبسکرائب کرو دوسرا چینل اپنا ورلڈ اینیمل فوٹوگرافی دا چینل بنایا وہ بھی سبسکرائب کرو ویڈیو ویکھو تے جناب چلو ویڈیو شروع کرنا ہے جی لو جی انہاں ذکر تانوں چیزاں وکھانے ہیں ڈیرے دیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم مجھے لگتا ہے توڑی پانا رہا
लो जी है घोड़ा सावा फॉर सेल है जी। पानी दे विच वाड़न लग गया ठंडे पानी इन्दी किन्नी उम्र हो गई है छे साल पोर्ट्रेट पर ते अच्छा इंदी 6 साल उम्र हो गई ते पैसे कितने सारे इंदे ते हां जी एदा 3 लाख रुपए हो गई फाइनल के लचक है की थोड़ी बहुत ही कर लांगे जेड़ा तो आया उतना नंबर दोबारा दसो 0333 840 883 8 लो जी ये नंबर आ गया तोड़े को ते फॉर सेल है जनाब अगर किसे ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਘੋੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਨਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਘੋੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਫੋਰ ਸੇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਪੀ ਮਾਨ ਲਾ ਜੀ।